السلام عليكم، مرحبا بكم معي في الفيديو. نشرح لكم فيه الطريقة ديال ديكوداج ديال الموديل اوبسيون ديال اورانج موديل ايكون 225. هو اللي كتشوفوا قدامكم في التصويرة. غادي نحتاجو تريشارجو هاد لابليكاسيون. نخليكم اللين ديالها تحت الفيديو وغنتريشارجو هاد لابليكاسيون. وهذا اللين ديالها، وغنحتاجو هاد لابليكاسيون وهذا اللين ديالها. وغادي نحتاجو لابليكاسيون ديال ديكوداج وهذا اللين ديالها. وغادي نحتاجو واحد الميزاجور وهذا اللين ديالها. وغادي نحتاجو هاد لابليكاسيون هادي وهذا اللين ديالها. هادو كله من عندي راهم تيليشارجين. اول حاجه غادي ناخدو هاد لابليكاسيون نستعليوها، هي الاولى. فينيش، غادي نجيو عند هاد لابليكاسيون نستاليوها. تعملي غادي نجيو عند هادي نستاليوها. دابا غادي نجيو لعند هاد ال MSM Unlock. غادي نديرو له Extracts، يعطينا هاد الدوسي مثلا. غادي نجيو نمسحو داكشي ونخليو غير MSM وهذا. غادي نديرو في وسط منو هذا، وغادي نجيو عند هذا. نجرو نديرهم حتى هما في وسط من الدوسي. دابا غادي ناخدو هذا نديرو لو كوبي. سي كولي وهذا. دابا غادي خصنا نستاليو هاد الابليكاسيون ديال بلوبار. هنا الا بغينا نديرو ديمار نديرو، ما بغيناش بلاش كيتي صافي. هادا تسطر لنا. دابا غادي ناخدو الموديم ديالنا وغنديرو فيه شي كارطة وحدة اخرى من غير الكارطات اللي كيقبل هو، مثلا كارطة اتصالات ميديتير ولا انوي اللي بغينا علاش بغينا نديكوديوه. وغنركبو الموديم. ما غنستاليوش لابليكاسيون ديالو هو ديال اورانج، حيت راه حنا استالينا هاد لابليكاسيون كتخدم حسن من لابليكاسيون ديال اورانج. يعني من بعد ما ديكوديو الموديم ديالكم يمكن لكم ديك الساعه ديزانستاليو داكشي الاخر، ديال لابليكاسيون اللي استالينا هذه يمكن لكم ديزانستاليو ونخليو غير هذا. هذا باش تبقاو تكونيكتاو. نطلقوا لابليكاسيون. كما
كتشوفوا دابا هنا انا داير كارطه مازال الموديل ما مديكوديش، راه عطاني بان شي بيريفيريك اي تي فيغوي كيخصو يديكودا. دابا شنو غنديرو؟ غادي نكيتيو هادشي، ما نخليوش لابليكاسيون مطلوقه، نجيو نديرو لا كيتي وغادي نمشيو غادي نطلقو هذا ام اس ام انلوك وغادي نتسناه ودا غادي كيسكان هنا وكيسكاني كيقلل مع الموديم غنلقى له لي بور ديالو. دابا كيسيفط له البوت لاوتر كما كيبان لكم. دابا ها هو عطانا الكود، غير هاد العمليه هادي خاصكم تبقاو تعاودوها وتعاودوها وتعاودوها، حيت انا دابا غير كنت موقف التسجيل، اما هو كنعاودها وما كطلعليش الكود، عاوتاني نطفيه نزول الموديم نرجع نركب الموديم عاوتاني نطلقها عاوتاني حتى كيلقى الكود كيبقى التغرام كيدخل وكيجيب لنا الكود. دابا هذاك الكود غادي نقيدوه غادي نطفيه وغادي نجيو دابا عند ام اس ام ابل، هادي كطلب منا الكود غندخلو له هاد الكود 4 3 4 1 6 1 1 5 دابا اوكي نتسناو هاودا مزيان. دابا داز، دابا غيبان لكم الموديم ديالكم ان دوك جوج بواط اللي كانوا كيسنيو صافي كيشعلو مكيبقاوش يسنيو بالزربة، هاودا انلوك سكسيسيف يعني صافي داز الديكوداج. نكيتيو دابا غنجيو نطلقو لابليكاسيون ديالنا، ما يعطيناش الميساج ديال الفيرويج حيت الموديم دابا صافي ديكودا، وبدا هنا غيطلع لنا الريزو ديال الريزو ديالنا. تو ديكونيكتي نجيو هنا نختارو لو غي 3G هي مريم اتصالات مارك تيليكوم، نجيو كنا ديك الساعات كتابليكيو لا بي ان ديالكم، اذا كان عندكم ميديتيل غديرو لا بي ان ميديتيل هنا والسميه والمود باس هنا والسميه والمود باس، كان عندكم انوي 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 وهنا لا بي ان ديالو. اتصالات راه ما كتحتاجش السميه والمود باس، مثلا اذا كان ديال التليفون كديرو رقم 1 اونجيستري وغديرو كونيكتي وصافي تكونيكتا لكم. هكا كنكونو سالينا الشرح ديالنا، وتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.